كتب على هذه المدينة أن تعيش كل أزمات هذا العالم، فبعد أن كثر الحديث عن الفيروس القادم من الصين ووصوله إلى دول مجاورة، حتى تفاقمت حالة الخوف والهلع لدى سكان محافظة نينوى جراء المخاوف من دخول هذا الفيروس إلى البلاد، ليرتفع معها سعر الكمامات إلى 500%، الأمر الذي شكل حالة من الغضب لدى الأهالي. ارتفاع الكمامات بمحافظة الموصل، يعني لاحظنا ارتفاع واسع وكل الصيدليات، يعني الأكثرية تبيع القطعة الوحدة ب 750، يعني ليش هذا الاستغلال؟ يعني ليصلوا ما يحود 2000 و3000 الدرزن، هم يبيعون القطعة ب 750، يعني ليش هذا الاستغلال؟ أريد نعرف شنو سبب ارتفاع الكمامات في الموصل. كانت الصيادلة تبيع القطعة ب 250 أو 2 ب 250، هسه وصلت القطعة إلى 750 إلى 1000 دينار. شنو الأسباب ما حد يعرفها؟ والله شنو على أساس وصلنا المرض؟ ومن أجل السيطرة على سعر المستلزمات الطبية، قامت كوادر مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل بوضع خطة عمل لمضاعفة الإنتاج إلى الضعف، حيث يتم رفض المشافي والسوق المحلية ب30,000 قطعة في اليوم وبأسعار مناسبة. احنا الآن سوينا خطة عمل، حقيقة الأقمشة المتوفرة لدينا محدودة جدا، منذ هذا اليوم بدأ إنتاج الكمامات لحاجة السوق، هناك طلب على هذا المنتج لغرض تجهيز دوائر ومؤسسات الصحة في مدينة الموصل. يتراوح الإنتاج بحدود 30,000 إلى 20,000 قطعة في اليوم. حاليا يعني دنبيع كالسابق، ما صار تغيير بالسعر، بحدود 2500 للدرزن الواحد. ويعاني الواقع الصحي في الموصل من دمار أغلب المشافي نتيجة الحرب الأخيرة، حيث وصف مراقبين أن إجراءات الوقاية التي وضعتها دائرة الصحة بالمخجلة، والتي اقتصرت على وضع كرفانات صغيرة في جانب المدينة الأيمن لمجابهة فيروس كورونا، الأمر الذي ينذر بكارثة في حال دخوله إلى الموصل. يعني حقيقة في محافظة نينوى الشيء المضحك، يعني تصور دائرة صحة نينوى بأكملها هنالك كرفانات عدد 2 للحجر الصحي في هذه المحافظة، طبعا في حال وجود فيروس كورونا. إجراءات الحكومة العراقية بدت ضعيفة مع حجم ما يشكله هذا الفيروس، خصوصا وبعد الكشف عن أول حالة في البلاد بحسب مراقبين. من الموصل، قاسم الزيدي، التغيير.